احنا نتوق الى الافضل، والرهانات هو تطوير التشريعات، تشريعات الدول متاعنا هي العمل على التسريع في الاحكام خاصه التي تتعلق بالماده، ماده الاستثمار اللي هو مجال نعرف جميعا ان الاستثمار راس المال جبان ولا ينتظر، وبالتالي يجب ان تكون العداله على نفس الوتيرة وتكون ناجعة وناجزة، وبالتالي اليوم يجب أن نفكر أكثر في تطوير تشريعاتنا، في استحثاث همم قضاتنا حتى يكون الأداء هو أداء مرضي، وإحنا نتوق إلى الأداء أن يكون متميزا أكثر. شكرا.